بالنسبه لاخواني خلنا نقول فضوليين ما نحب قايلين مناقيف اللي يتسالون موجوده هي هنا الحين؟ اي نعم موجوده. طبيعي ترى هذا الموضوع يصير كل يوم. في موقف صار لي لا يمكن اني انساه. كنا رايحين في رحله الى ماليزيا بناخذ دوره لمده 6 شهور. كان عددنا كبير شوي وقسمونا تقريبا 5 مجموعات وقالوا كل مجموعه نبغى يصير فيها قائد. طبعا ما نعرف بعض ولا المشرفين يعرفوننا فاخترنا قاده بشكل عشوائي. خلصنا المرحله الاولى كانت تقريبا 5 ايام ثم انتقلنا الى المرحله الثانيه في مكان ثاني. فقال المشرفين الان حنا عرفناكم فحنا بنختار القاده. فقاموا يختارون 5 مجموعات، اختاروا القائد الاول الثاني الثالث الرابع. قالوا في قائد اتحداكم تطلعون اللي هو القائد للمجموعه الاخيره. فقمنا نعطي اسماء. شوي قالوا ولا واحد منكم جابها. قالوا مين ناظرون يعني مو يعني جبنا كل الناس اللي بنتوقع انهم يصيرون قاده. قالوا القائد للمجموعه الاخيره هو عبد الرحمن الشلهوب. كلهم استغربوا. اول شيء انا كنت صغير بالنسبه للاعمار اللي كانوا موجودين. الامر الثاني انا استهبل وامزح وماني بالجديه يعني غالبا وحنا هناك. فقالوا كيف عبد الرحمن بيصير قائد يعني بينكب المجموعه في مسؤوليات كثيره. غير اني كنت دائما اتاخر اذا بغينا نطلع من مكان لمكان انا اتاخر. يعني انا اللي كنت اكل مجموعتي شلون يخلوني انا القائد؟ فكلهم استغربوا. ففعلا بدت المرحله الثانيه وانا كنت صراحه ايضا مستغرب. اول شيء انهم اكبر مني يعني صعب اني اصير قائد عليهم، زياده عليها انا يعني ماني منضبط مره. فعلا بدت المرحله الثانيه وانا كنت حاط يدي على قلبي. في نهايه المرحله يكون في تقييم بين المجموعات عشان يختارون مين المجموعه الاولى الثانيه الثالثه وهكذا. فبعد ما انتهينا من المرحله الثانيه جونا المشرفين وقالوا الان بنعطيكم مين المجموعه اللي اخذت المركز الاول والثاني والثالث وهكذا. في الانضباط في المشاركه توقع والله اني ناسي التفاصيل. ما اتذكر كم كان مركز مجموعتنا في المرحله الاولى لكن في المرحله الثانيه خذت المركز الاول. الجميع مستغرب. والشيء اللي خليني استغرب بشكل اكبر ترى الناس اللي طلعوا للدوره هذه مو بناس عاديين. تم اختيارهم بشكل مقنن وخاص، جلسوا معهم سالوهم عشان يصفونهم من بين مجموعه كبيره من الناس ثم طلعوا. يعني ما كانت بفلوس، لا كانت للناس اللي يستاهلون. يكفني معهم يعني واضحه كويسه. فكانت الناس معينين. فهذا اللي خلاني استغرب بشكل اكبر. ففي بعض الايام تكون فينا صفات ما ندري عنها. متى ندري عنها؟ اذا صرنا في موقف معين نفس الموقف اللي انا صرت فيه. طيب انت شلون تدري عن القدرات هذه اللي عندك؟ لازم انك تجرب، لازم تحط نفسك في مواقف نفس المواقف هذه بحيث انت تشوف انت كويس هنا ولا ما انت كويس هنا. شلون بتعرف؟ ما عليك الا تجرب. وش صار بعدها؟ اتحداكم. قلت لهم شو اسمعوني كلكم يلا اللي في راسه شيء. لا ما صار شيء هذا، خل اروح اصلي واكمل لكم سالفه. ودي ارجع الموضوع على طول لكن عارف ان بعضكم بيسال بيقول خذتها معك المسجد صليت فيها؟ لا حطيتها ويوم خلصت صلاه رجعت اخذتها مره ثانيه. شفت تتناظر تقول ايش ذا السؤال. حاول تكتشف نفسك. في ناس عندهم قدرات جدا كبيره لكنهم ما اكتشفوها للحين. من الاشياء اللي تساعدك تكتشف نفسك وشو؟ وجود مدربين يراقبونك او ناس فاهمه نفس ما صار معي. اكتشفوا الشيء هذا، حطوني قائد، صار شيء مثل ما هم يتوقعونه وقد يكون افضل. طيب وين ممكن القى بيئه نفس هذا اكتشف فيها نفسي؟ اذا كنت في المتوسط او في الثانوي او اذا كنت او كنتي عندك اخو بالسن هذا او ولد، في شيء جدا ممتاز لهم. سمعنا الايام اللي راحت مكتب مع ناس ينظمون رحلات نفس هذه. قالوا تعالوا خلونا نعلمكم فوائد الرحلات هذه. قلنا لا ما يحتاج، احنا رايحين انا عارف والله العظيم اني رحت شخص ورجعت شخص ثاني تماما. لكن الكلام مين انتم؟ مين المدربين اللي عندكم؟ كيف بيئتكم؟ هذه ما هو بشيء بسيط نبي نعلن له احنا، لا هذه مسؤوليه مره كبيره. الناس يحطون عيالهم يروحون، فعلمونا من انتم. جلسنا فيها على والله العظيم بنفسنا جلسنا وراقبنا مين هم وش طريقه عملهم. ما شاء الله تبارك الله جوده جدا عاليه على جميع الاصعده. حتى شفنا رده فعل الاباء كانوا جدا مبسوطين من التغير صار لعيالهم. المجموعه اللي قام على البرنامج هذا هو اللحظه الجميله. يقولون باذن الله في كل مره بنسوي برنامج في منطقه، المره هذه بيسوونه في جده. فاللي في جده يقدر يشترك فيه بكل سهوله باذن الله. اللي برا جده يقدر يشترك لكن بيحتاج انه يسافر. بحط لكم الان الرابط للمجموعه الاولى اللي هي من عمر 13 الى 15 سنه. وهنا بحط لكم رابط المجموعه الثانيه اللي هو من عمر 16 الى 18 سنه. كنت مقتدر ترى والله نصيحتي ان الموضوع يستاهل. بالذات انها رحله ترفيهيه في نفس الوقت تعليميه، فانت تدفع تقريبا نفس المبلغ هذا في رحله ترفيهيه، فانت جمعت
اثنين. وبعدين هذا شيء بيفيده ترى مو بس فصل واحد مثلا، ترى هذا بيفيده بحياته بشكل عام. الاشياء هذه جدا مفيده، لازم الواحد يتعلمها بالذات اذا صار في عمر هذا. يا سلام يصير خلاص ان شاء الله مع طول العمر. سبت من العصر انا احتريك. صدق؟ والله. يعني تقول لي متاخر اليوم؟ لا ما شاء الله. يوم فات كبر تغيرت السالفة. جايب مع النادي. جايب معي ولا شيء. تقام بسوية وجيبه؟ لا.